صلاة الشفع والوتر مع الدعاء من مسجد معاذ بن جبل ديترويد ميشيغان بصوت فضيلة الشيخ محمد الشاعر. صلاة الوتر إن شاء الله صلي ركعتين ونسلم الثالثة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد وثبت الجبال في الأرض على هيئة وتد. نسألك يا الله كلنا يقين بأنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من هو مع عباده يسمع ويرى. بحق أسمائك الحسنى وبحق صفاتك العلى وبحق علمك الذي ليس له منتهى وبحق علمك الذي ليس له منتهى وبحق كلماتك التامات الذي ليس لهن حصرا ولا عددا. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رب موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله عدد ما حاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه به كتابه، أن تهدينا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا إلهنا ويا سيدنا ومولانا، وقفنا في هذه الليلة الشريفة، هذه الليلة الفردية التي نرجو أن تكون ليلة استجابة الدعاء. اللهم رحمن الدنيا والآخرة، ندعوك في هذه الليلة الغراء من يوم الجمعة أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أجرناك جميعا ونحن مثقلون بهمومنا ومثقلون بذنوبنا، ونحن نؤمن إيمانا يقينا أنك تغفر الذنوب وتستر العيوب، لا ملجأ لنا ولا منجأ منك إلا إليك. وقفنا ببابك، لذنا بجنابك، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، ولا من رحمتك يائسين يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا، وأنت راض عنا. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر مخلوقاتك، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، وشر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. اعتصمنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، اعتصمنا به الملك والملكوت، وتحصنا بذي العز والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ارفع عنا كل بلاء وكل داء برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الاسقام، برحمتك يا ملك يا علام، يا بارك الملك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارفع عنا مرض كورونا، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا كل بلوى، يا سامعا لكل شكوى، يا مجيبا لكل دعوة، يا رافعا لكل بلوى، ارفع عنا هذه البلوى. اللهم ارفع عن البلاد والعباد هذه البلوى. لا إله إلا أنت، ما قدرناك حق قدرك، وما عظمناك حق تعظيمك، وما شكرناك حق شكرك. ذنوبنا كل يوم إليك صاعدة، وإحسانك الجميل كل يوم إلينا نازل. يا ما أسأنا فسدت، ويا ما عصينا فأمهلت، وإن تبنا إليك ورجعنا رضيت وقبلت. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، سر علانيته وسره. اللهم لبيك، والخير كله بين يديك، والشر ليس إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إن أجسامنا الضعيفة لا تقوى على نارك، اللهم لا تقوى على نارك، فارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فإنك علينا قادر. ليس لنا ربا غيرك ندعوه، وليس لنا إلها غيرك نرجوه. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا يا سندنا يا حياتنا يا حياتنا يا ينبوع الحنان يا مصدر الرحمة، يا من أنت أرحم بنا من رحمة الآباء والأمهات، يا سامعا لجميع الأصوات، يا مجيبا لكل الدعوات. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا في هذه الليلة خائبين. رفعنا كف الضراعة إليك، شفاعتنا إليك مداد دموعنا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والحاضرين ومن أمن على دعائنا من النار. اللهم وما قسمت في هذه الليلة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وكرم وإحسان وعفو وامتنان وعتق من النيران وفوز في نعيم الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام. وما قدر في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة وأمراض وأسقام،
اللهم اصرفوا عنا وعن المسلمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل قرانك العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلالا لاحزاننا وذهابا لهمومنا وشفاء لامراضنا ودواء لادوائنا واسقامنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفعنا بالقران واغفر لنا بالقران واشفنا بالقران وجمل اصواتنا بالقران واجعلنا ممن يدعو اليك بالقران. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنه قائدا ورفيقا. اللهم اجعلنا ممن يقرا فيرقى ولا تجعلنا ممن يتلو فيشقى يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين واحمي حوزه الدين واجعل كلمتك هي العليا الى يوم الدين. يا ارحم الراحمين احقن دماء المسلمين في ارض العراق وفي ارض سوريا وفي ارض فلسطين وفي ليبيا وفي كل مكان عامه وفي بلدنا يمن الايمان والحكمه خاصه. اللهم اوقف هذه الحرب الرعناء في بلادنا، اللهم اجعل لها نهايه وحدا عندك يا كريم. اللهم ارحم اطفال الرضع وبهائم الردع وشيوخ الركع وشباب الخشع برحمتك يا ارحم الراحمين. يا اكرم من سئل، يا اجود من اعطى، يا ارأف من ملك، يا الطف من عاتب، يا ارحم من عاتب. ارحمنا واغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين يا كريم يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر وارحم وبارك لمن نشر هذا المقطع ولأهله وذريته ولوالديه.